انتوا الاثنين اتفقتوا مع بعض على حمدي المرغني؟ اصل حمدي المرغني انا دلوقتي في ما بينه وما بين بعض يعني في معركه، في حرب قامت. خير ان شاء الله. ان مين احلى، انا ولا هو؟ تمام، دي منافسه دوليه. الموضوع اتطور دلوقتي والناس عرفت ان زياد ثروت ابن عمي، انا عايزه اجيب ابن عمه بقى ونقعد كده نتفرج ونشوف بقى. فالموضوع داخل في حرب كبيره يعني ان شاء الله. بس هو سليمان عيد يبقى من بعيد بقى، ده اللي الناس ما تعرفوش، هو مش خاله خاله. تمام، انا جاي اقول لك يا حمدي مرغني هتخلك الحقيقي وتعالى. ايوه بس مش خاله لازم. لا مش خاله لازم، مش خاله لازم. هو كل واحد يبقى راضي يجيب قريبه ويتفشخر بيه. والله العظيم هو قاعد بقى بيعمل الحركات ديت. فانا بقول له انا اصلا من عيله كلها امامير، يعني السورس عندنا حلوين اهو. انا ما بكدبش. لا 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 لا، تعالى بقى حمدي مرغني ونشوف. والله يعني انتوا الاثنين في منافسه الجمال، يعني انتوا الاثنين كسبانين. طب بذمتك مين احلى، انا ولا هو؟ بجد ما تزممهاش بقى، بجد ما تكذبيش. بجد استغفر الله العظيم يا رب. لا والله العظيم الحلاوه، حلاوه الروح والاخلاق يا استاذ. انا معاك، قول له قول له يا زاب، قول له طبعا. انا معاك، انا معاك في الكلام دوت. اسكت بقى، كل الكلام. لا هتقولي والله ايش كنت عايز تكدبه؟ انا بقوله انا يا حمدي احلى منه بكتير الحمد لله. ما هوش هو اسس احلى اهو اهو. والله العظيم ابن عمي الواد التاني حالته كربه خالص. تصدقهمش يا حمدي، بص عاملين كومبين عليك. اي الفل، ما تسمعهمش.